بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن تعلقات أو متعلقات صفات المعاني، ولعله فاتنا أن نذكر أن صفة الحياة لا تتعلق بشيء، صفة أبدية أزلية لا بداية لها ولا نهاية، واجبة لله سبحانه وتعالى، لكنها لا تتعلق بشيء. وبقيت بعض أحكام الأسماء والصفات. في البداية، ما الفرق بين الاسم والصفة؟ الاسم علم. الاسم علم، طبعا كما درستم في يعني النحو، في بدايات النحو ولا سيما في بدايات الألفية، هناك علم جنسي وهناك علم شخصي وهكذا إلى آخر هذا المبحث. الاسم علم، فالاسم لا يوصف به المسمى. طيب، والصفة؟ الصفة ينعت بها المسمى. كيف؟ فإذا قلت مثلا يعني زيد صادق، أيهما الاسم والصفة؟ زيد علم على الشخص، ها، صادق صفة. لا أقول صادق زيد في وصفه، إنما أقول ماذا؟ زيد صادق. لا أتكلم عن التقديم والتأخير في الجملة، يبقى الإسناد والمسند إليه، ولكن الصدق ينعت بها زيد ولا ينعت الصدق بزيد. فالذي ينعت به هذا صفة، والذي ينعت هو الموصوف الذي هو الاسم. ولكن قد يحصل تساهل في هذا، ولا سيما في حق الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا اسم الله الأعظم هو الله جل جلاله، هو الله جل جلاله، هو علم على الذات واجبة الوجود، لم يسمى به غيره سبحانه وتعالى، ولن يسمى به غير الله سبحانه وتعالى. فهو عند الإطلاق لا ينصرف إلا إلى الذات واجبة الوجود، إذن هذا هو الاسم. طيب، وباقي الأسماء المذكورة المعروفة التي ذكرت في الأحاديث وفي الكتاب والسنة، الحقيقة إذا قلت الرزاق، الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، رزق يرزق فهو رازق ورزاق، صحيح. أصل الرزق صفة ينعت بها الله سبحانه وتعالى، ولكن اشتق لله سبحانه وتعالى اسم من هذه الصفة فقيل رزاق، وإن كان الأصل أن رزاق صفة وليست ذاتا، ليست علما، ولكن حصل تساهل في هذا، حصل نوع من التوسع في هذا. فالفرق الدقيق بين الصفة والموصوف قد لا تجده يعني في الاستعمال. فالاستعمال يقول أسماء الله السميع العليم الرحيم الكريم، جيد، هذا حسن، هذا صحيح، هي أسماء سمي الله تعالى بها، لكن كل هذه الأسماء هي مشتقات من صفات. نعم، إذن الاسم غير الصفة. اسم الله الأعظم هو الله جل جلاله، لعلنا نفرده بتسجيل خاص، اسم الله الأعظم. أسماء الله تعالى وصفات الله سبحانه وتعالى، هل هذه يسمح لنا أن نتكلم فيها كما نشاء وأن نزيد وننقص؟ أكثر العلماء من أهل السنة والجماعة على أن الأسماء توقيفية، توقيفية، الأكثرون على أنها توقيفية، يعني لا يحق لك أن تزيد ولا أن تنقص منها. يعني الله تعالى اخترع الكون، فهل يحق لك أن تسميه المخترع؟ لا. لماذا؟ لأن هذه حتى قد يكون فيها بعض إيهام النقص،
كأنه يشبه خلقه في هذا، أو أن الله تعالى أقام الكون على نظام هندسي بديع، فهل يصح لك أن تقول أن الله مهندس الكون؟ لا يصح، لا يصح هذا عند الأكثرين من علماء أهل السنة والجماعة، والمسألة فيها خلاف. يعني ربما تجد بعضهم يقول إذا كان لا يوهم نقصا ومعناه صحيح وجاء أصله فما المانع من هذا؟ لكن ليس هذا هو القول المختار. القول المختار عند علماء أهل السنة والجماعة أن الأسماء توقيفية. فهل الصفات كذلك؟ هم تكلموا في الأسماء، أما الصفات فليس الكلام فيها، والذي فصل في هذا وبين هو حجة الإسلام الغزالي. هنا كلام نقله عنه يعني شيخ الإسلام الباجوري، قال: وفصل الغزالي فجوز إطلاق الصفة وهي ما دل على معنى زائد على الذات، ومنع إطلاق الاسم. إذن تساهلوا في الصفات. الاسم هو يدل على الذات، نعم. فالخلاصة ما هي؟ علماء الإسلام اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء والصفات على الباري عز وجل إذا ورد بها الإذن. هذا كلام شيخ الإسلام الباجوري. إذا ورد بها الإذن بالشارع هذا متفق على جوازه، وعلى امتناعه إذا ورد المنع منه. هذا في تحرير محل النزاع. إذا جاء الإذن يصح، منع منه يمنع. واختلفوا حيث لا إذن ولا منع، والمختار منع ذلك وهو مذهب الجمهور. جواز إطلاق الصفة التي لا توهم نقصا قال به حجة الإسلام الغزالي. تجد آخرين مثل قبل الغزالي كالإمام الباقلاني رحمه الله، فالإمام الباقلاني ربما يعني أجاز ذلك إذا كان لا يوجد مانع من الشارع، لا يوجد مانع من الشارع، وهو معنى صحيح، فما المانع منه؟ إذن هذه الخلاصة: الأسماء والصفات توقيفية، يعني إن لم يكن إجماع في هذه المسألة فهو يعني عند الأكثرين من علماء السنة، وهذا الحق هو عند الأكثرين، لا نقول إجماع لأنه لم يحصل إجماع فعلا. والخلاف في الصفة أسهل منه في الخلاف في الاسم. الاسم يعني ربما أكثر الأكثر على منع إطلاقه إلا بإذن شرعي. إذن هذه الأسماء وهذه الصفات لله سبحانه وتعالى. طيب، مسألة أخرى وقضية أخرى، وهي أن هذه الصفات قديمة للباري سبحانه وتعالى. لا أول لها، لا آخر لها، أزلية أبدية واجبة لله سبحانه وتعالى، فهي واجبة وقديمة بذاتها للباري سبحانه وتعالى. فهذا الحكم الآخر من أحكام هذه الصفات. أيضا هذه الصفات نحن ندرسها لفهم الصفات، أما هي في ذاتها ليس فيها تبعض ولا تكثر ولا زيادة ولا نقصان. وهذا هو الذي أوهم المعتزلة، وفجعلهم يضيقون هذا الباب، فأنكروا صفات المعاني التي ذكرناها وقالوا بالصفات المعنوية. ولذلك نحن هنا لن نتكلم كثيرا في الصفات المعنوية. ما معنى صفات معنوية؟ يعني عليم، سميع، قدير، هذه لم ينكرها المعتزلة. قالوا لأن الله عليم فعلا، قدير فعلا، جاء في القرآن لا يستطيع ينكره. طيب لماذا تنكر يعني الصفة التي هي العلم، الإرادة، القدرة، كذا؟ قال: هذه تؤدي إلى تكثير القدماء. تكثير القدماء ما هو؟ أن يكون عندي عدة صفات وكلها قديمة، ونحن نفر من هذا التكثير، نحن ديننا دين الوحدانية. الحقيقة يعني
المعتزلة أرادوا تنزيه الباري سبحانه وتعالى، وهذه ليست بدعة خطيرة عند المعتزلة. لماذا؟ لأنه أثبتوا مضمونها، فهو عليم سبحانه وهو قدير سبحانه، لكن المشكلة أين؟ في مصادمة النصوص كعادة المعتزلة دائما، يتمسك بمعنى صحيح فيأتيه نص يمنع من كلامه. ماذا مثلا؟ أنزله بعلمه، مثلا الله سبحانه وتعالى أثبت العلم لذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه. إذن هناك علم لله سبحانه وتعالى، إذا كان له علم إذن له قدرة. فالمعتزلة أرادوا التنزيه في هذا خشية تكفير القدماء. ثم بنيت على هذه مسألة، وهي مسألة يعني ليست بعين الذات وليست بغير الذات، هذه التي سنشرحها في لقاء لاحق إن شاء الله، خاصة أن كثيرا من السلفية يهزأ بهذه العبارة لأنه لا يفهم، هذه عادتهم أنه لا يفهم العبارة فيهزأ بها، ومن جهل شيئا عاداه. هذا الكلام سنرجوه إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.